بدوره دعا معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وقف نزيف الدم في جمهورية السودان وتغليب المصلحة العليا، مشيرا إلى أن الأزمات في المنطقة تشهد حالة من التجميد مقارنة بالفترة الماضية. ليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تستمسك بالمصالح العربية معيارا أساسيا للمواقف الدولية، وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها وبالعمل الجماعي سبيلا أكيدا لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب. إنني أدعو لأن تكون قمة جدة علامة بدء لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي وتوخى المصلحة العليا للدولة السودانية وليس المصالح الضيقة لفئات أو أشخاص. حقيقة سيادة الرئيس إننا نسعى لإيقاف نزيف الدم والخسائر في كافة ميادين الاحتراب الأهلي حيث لا منتصر ولا مهزوم، والأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالا شهدناها في السابق خلال العقد الماضي، وهي فرصة يتعين اغتنامها من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية.